أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في المدى، العراق بقيمة 56 مليون دولار ضبط شبهات فساد في عقد بناء بارجة. في موقع ألترا عراق، المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية. في يقين نت، العراق وثائق تكشف تزوير ماركات أدوية السرطان في مستشفيات كردستان. في القدس العربي، مجلس النواب الليبي يمنح الثقة لحكومة بشار. في العربية الجديدة، الأمم المتحدة مليون نازح داخل أوكرانيا و660 ألف لاجئ في دول الجوار. في الجزيرة نت، قصف صاروخي يوقف بث التلفزيون الأوكراني. وفي نيويورك تايمز، الروس غاضبون من بوتين بسبب تأثير الحرب على الاقتصاد. المقال الأول من كتابات، وفيه يشير الواقع السياسي العراقي بعد العام 2003 إلى أن مجمل التكتلات السياسية بنيت أو تشكلت بموجب قواعد تستند إلى الطائفية الدينية وتتكئ على القومية، وبعضها يستند إلى العلمانية والمدنية والديمقراطية، وكل ذلك من أجل الوصول إلى سدة الحكم. والسبب الأكبر لهذا التخندق المذهبي بحسب الكاتب جاسم الشمري أن غالبية القوى التي جاءت مع المحتل الأمريكي هي قوى دينية ومنظمة على شكل أحزاب وكيانات مدنية وعسكرية، وتدعي أنها تمثل المكون الأكثر عدداً، لهذا حاولت الاستمرار بهذا الشكل حتى بعد تنظيم أول انتخابات برلمانية في العراق عام 2005 لتحقيق أهدافها الحزبية والشخصية. برزت الخلافات العسكرية الميليشياوية في التهديدات للحكومة وهيبة الدولة من جهة، والاغتيالات من جهة أخرى بين القوى المالكة للسلاح والرجال، وظهرت بشكل علني بداية شباط فبراير الحالي في محافظة ميسان الجنوبية، وقد تمثلت باغتيالات متبادلة بين التيار الصدري وعصائب أهل الحق، والتي كانت في يوم ما جزءا من جيش المهدي التابع للصدر. أما الخلافات القانونية فقد استخدم الإطار التنسيقي نفوذه في المحكمة الاتحادية لتمزيق التحالف الصدري الكردي تحالف السيادة. هذه الخلافات أكدت وجود انفصام جوهري بين القوى التي كانت في يوم ما تقول بأنها موحدة، وكل المعطيات تؤكد انتهاء شهر العسل بين قوى التحالف الوطني الكبرى، وربما سنكون أمام مرحلة الاتهامات المتبادلة القائمة على الأدلة الثبوتية من جميع الأطراف ضد بعضها البعض. خلاصة القول بحسب الكاتب جاسم الشمري فإن هذه الخلافات جعلت العراق في حالة اضطراب مستدامة، فلا أحد يمكنه التكهن بالمآلات المظلمة المتوقعة والمرتقبة لتلك الخلافات السياسية والتناحرات الميليشياوية الميليشياوية، ليس فقط على مستوى العراق وحسب، بل على مستوى المنطقة وكل العالم. الآن إلى مقال آخر منشور في صحيفة القدس العربي، وجاء في مطلعه: يسطر العراقيون وجهات نظرهم عما يجري في العالم، وآخر ما استحوذ على اهتمامهم سيرورة الاستعداد لشن الحرب في أوكرانيا وتفاصيل وقوعها. وهل هناك من هو أكثر فهما لأسباب الحروب وما تسببه من العراقي الذي عاش عبر أجيال حروبا وصفت الأولى منها، أي الحرب العراقية الإيرانية، وصفت بأنها الأطول في التاريخ المعاصر، وجرى تعبيد الثانية أي حرب الخليج الأولى بطريق الموت وفرض الحصار ورش المواطنين باليورانيوم المنظم، وتلاها حملة الصدمة والترويع الغزو والاحتلال الأمريكي عام 2003، ليواصل العراقي رحلة بقائه وفي داخله جرح لم يلتئم في بيئة مدمرة ومدمرة بتأثير أكثر ضررا من أثار إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناجازاكي.
من واقع الحروب المضني وسياسة بذر الشقاق تحت الاحتلال كتبت التعليقات العراقية، منها ما هو مؤيد للرئيس الروسي بوتين في احتلاله أوكرانيا، لا حبا ببوتين وسياسته، ولكن هكذا يتم تأديب الإمبريالية والصهيونية والرجعية، خاصة وأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي يعرفه أحد المعلقين بأنه نازي صغير عميل لأمريكا والغرب مغرر به معروف بمساندته للمحتل الصهيوني. وجاء إعلان الكيان الصهيوني الغاصب موقفه بجانب أوكرانيا ليؤكد صحة موقف الرئيس بوتين، ولأن ذاكرة الشعوب خلافا لما يعتقده الساسة طويلة وجرائم الإبادة لا تنسى بل تبقى بوحشيتها ولا عدالتها متجذرة من جيل إلى آخر. استعادت التعليقات مشاركة أوكرانيا في غزو العراق عام 2003، وكانت القوات الأوكرانية متمركزة في محافظة واسط، ونشرت صور دبابات تحمل العلم الأوكراني أثناء الغزو مع تعليق شامت الحياة تدور، ذق ما صنعت يداك في حرب العراق. ورأى عدد من المعلقين في خطوة بوتين هل أشعلت روسيا النيران في البيت الأمريكي باجتياحها أوكرانيا ليبدأ العد التنازلي بانهيار إمبراطورية الشر والجماجم. في مقالها المنشور في صحيفة القدس العربي تضيف الكاتبة هيفاء زنقنة: في المقابل ومن قلوب عراقية ذاقت معنى الحرب وما تسببه من خوف وجوع وحصار وموت، وتعرف جيدا حجم الخراب البشري والعمراني الذي يستمر زمنا طويلا بعد انتهائها، انطلقت الأصوات داعية أن ترتفع راية الأمن والسلام في العالم كله ووضع حد لحرب مجنونة أخرى لن يخرج أحد منها منتصرا. إلى مقال منشور في مركز رأسام وهو حول المواقف الكردية تجاه قرار المحكمة الاتحادية بخصوص ملف النفط. كتب شاه القرداغي مقالا في موقع مركز رأسام للدراسات، نستمع إلى جزء منه. بغض النظر عن دوافع المحكمة الاتحادية وعلى الرغم من أن القرار يمس الحقوق النفطية لكردستان، إلا أن القرار أظهر الانقسام الكردي من خلال تباين مواقف الأطراف الكردية حول هذا القرار، حيث رحب به عدد من الأحزاب السياسية باعتباره طريقاً لتحقيق الشفافية في ملف نفط كردستان الذي يفتقد للشفافية بشهادة الكثير من المسؤولين في الحزبين الحاكمين. في نوفمبر من العام الماضي صرحت رئيسة برلمان كردستان العراق والمنتمية لحزب الاتحاد الوطني الحاكم ريفاز فايق بأن عائدات النفط الشهرية في كردستان العراق تبلغ 900 مليون دولار، لكن 350 مليون دولار فقط تعود إلى خزينة وزارة المالية في الحكومة، وليس لدينا أدنى فكرة عما يحدث لبقية المال، وهذا الأمر غريب. ويعتبر تصريح السيدة ريفاز مؤشرا واضحا على غياب الشفافية وانتشار الفساد، واعترافا واضحا من أعلى سلطة تشريعية بوجود خلل حقيقي في هذا الملف الذي من المفترض أن تكون من أكثر الملفات شفافية لإظهار مصير أموال النفط، وخاصة في ظل الأزمات والمشاكل المالية التي تمر بها كردستان وتأخير رواتب الموظفين لأكثر من شهر بخلاف الموظفين في باقي المحافظات العراقية. في مقاله يقول شاه القرداغي أيضا: على المستوى الشعبي لم يكترث العديد من المواطنين بقرار المحكمة الاتحادية، لأن بيع النفط من قبل حكومة كردستان بصورة مستقلة لم يسهم في زيادة رفاهية المواطنين بقدر ما جلب المشاكل المالية وأدى إلى استقطاع وتأخير رواتبهم، فالمواطن في كردستان يهتم بأخذ حقوقه المالية دون تأخير بغض النظر عن الطرف الذي يتحمل دفع هذه الحقوق سواء كانت أربيل أو بغداد.
إلى المقال الرابع معنا في هذه الحلقة، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الكرملين يخفي حقيقة الهجوم على أوكرانيا عن شعبه ويقمع المنافذ الإخبارية التي تسمي ما يجري حرباً، لكن الآثار الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية التي سببها الغزو يصعب طمسها. شركات الطيران الروسية ألغت رحلاتها إلى أغلب دول أوروبا، وسارع البنك المركزي إلى تسليم سندات العملية المحلية مع ارتفاع الطلب على السيولة بمقدار 58 ضعفاً. وحذر الاقتصاديون من زيادة التضخم وهروب رؤوس الأموال وتباطؤ النمو، فيما خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز تصنيف روسيا إلى غير مرغوب فيها. وكان التركيز على إخفاء المدى الحقيقي للحرب علامة على أن الكرملين يخشى من أن الروس قد لا يوافقون على غزو عنيف وواسع النطاق لأوكرانيا، البلد الذي يوجد فيه الملايين من أقاربهم وأصدقائهم الروس. وقالت الصحيفة إن شخصيات عامة لها صلات بالدولة تحدثت ضد الحرب، بما في ذلك نائب في البرلمان الروسي. وحاول أصحاب الأعمال تقييم عواقب أزمة اقتصادية بدت وكأنها بدأت بالفعل حتى قبل سيريان مفعول العقوبات الغربية. لقد ذهل الروس من سعرة الشعور بالتأثير الاقتصادي للحرب، ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات، في حين تسببت العقوبات المفروضة على أكبر البنوك الروسية في إحداث فوضى في الأسواق المالية. في تقرير نيويورك تايمز حديث منقول عن لاليا صديكوفا، وهي صاحبة سلسلة من صالونات التجميل في سانت بطرسبرغ، تقول فيه: أولئك الذين يصرخون بأن بوتين عظيم وبارع لم يعودوا يصرخون بصوت عالي، إنهم في حالة صدمة مما يحدث من مدى سرعة تغير الأسعار وكيف يتوقف الموردون عن التسليم. ويقول المحللون إنه على الرغم من الألم الاقتصادي، فمن غير المرجح أن تغير العقوبات مسار روسيا على المدى القريب. وأكدوا أن روسيا تمتلك من الاحتياطيات ما يلزم لدعم الروبل. دعت صحيفة أوبزيرفر إلى التعقل والمشاورة في مواجهة فلاديمير بوتين على الخطوط الأمامية للديمقراطية، وقالت في افتتاحيتها إن الأصوات المخيفة لإطلاق النار والتفجيرات وصراخ الأطفال يتردد صداه في كل أوروبا. الغزو الروسي الشامل الذي شن الأسبوع الماضي لا مبرر له، وهو هجوم شنيع ضد المواطنين الأوكرانيين ودولة ديمقراطية ذات سيادة وكل شعوب العالم. وسيكون يوم 24 من شباط فبراير 2022 يوم العار، وسيعيش في الذاكرة ولن يتم نسيانه بالتأكيد. الروس لم يحققوا النصر الذي توقعوه، وواجهوا مقاومة شديدة من الجنود الأوكرانيين والناس العاديين. وتقول الصحيفة: صمم الأوكرانيون على الدفاع عن أرضهم، وفي هذه اللحظة من الخطورة القصوى يجب على بوتين الرئيس الروسي والمهندس الوحيد لهذه المأساة التي لا ضرورة لها تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار. وقد أساء التقدير من الناحية العسكرية وبات معزولا دبلوماسيا، كما ظهر من شجب مجلس الأمن الدولي للتحرك الروسي، وحتى حليفته الصين رفضت دعم عدوانه الشرير. ومن الناحية السياسية تثير الحرب التي شنها بوتين احتجاجات وتظاهرات في داخل روسيا، والآن باتت هناك حاجة للتفكير العقلاني والاستشارة الحكيمة في العواصم الغربية، فكلما زاد عدد القتلى والمشوهين زادت الفجوة السياسية والمنظور الأوسع لهذه الحرب التي قد تنتقل إلى بولندا والدول الجارة. ومع تعزيز الناتو جبهته الشرقية يزداد التوتر، ومعه مخاطر المواجهة بين روسيا والتحالف الغربي. وهناك حاجة لتقديم الدعم إلى العائلات الأوكرانية الفارة بأعداد متزايدة من القصف الذي لا يميز، وتتوقع منظمات الإغاثة حالة طوارئ إنسانية واسعة.
وقالت الصحيفة أيضا إن الديمقراطيات الغربية تواجه ساعة الحقيقة، ولسنوات طويلة راقبت العالم الأوسع وتقدم الدكتاتورية التي تثير الاستقطاب وإن لم يجري الدفاع عن النظام العالمي الذي ظهر بعد عام 1945 وضمن حق السيادة وحق تقرير المصير وحكم القانون وحقوق الإنسان الأساسية. الآن فلا فرد أو شعب أو دولة سيكون آمنا في المستقبل من القوى الخبيثة. نشرت إذاعة بي بي سي مقالا حول الدوافع الحقيقية لحرب روسيا ضد أوكرانيا. كانت مساعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو السبب المباشر المعلن للحملة العسكرية الروسية ضد كييف، بينما يشير بعض المحللين إلى أسباب تتعلق بطموح بوتين لإحياء إرث الاتحاد السوفيتي، في حين يعتقد آخرون أن هناك أسبابا مبطنة أخرى للغزو، من بينها رغبة فلاديمير بوتين بالاحتفال بعيد الفصح في كييف. رأت المؤرخة الأمريكية البارزة ديانا باتلر باس المختصة بتاريخ المسيحية أن العامل الديني لعب دورا في قرار الغزو، مشيرة إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا الذي نشهده حاليا ليس إلا فصلا جديدا من حكاية قديمة ستكون نهايتها السعيدة من وجهة نظر بوتين الاحتفال بقداس الفصح في كييف. بحسب موقع مؤسسة هيريتج الأمريكية، فإن بوتين ينصب نفسه كمدافع عن التقاليد المحافظة وعن مكانة الكنيسة من خلال خطاب معلن يرفض الطلاق والمثلية الجنسية ويشجع قيم الأسرة التقليدية. ورأى مراقبون أن بوتين وبغض النظر عن قناعاته الدينية الشخصية يريد توظيف تلك القيم المسيحية التقليدية من أجل التأثير السياسي، ولكن يعتقد آخرون أن الأمر يعدو كونه أداة وظيفية، إذ يحرص بوتين على إظهار جانب تقي ورع في صورته العامة بالرغم من تكتمه الشديد حول نشأته وحياته الخاصة. يعد ذلك من المؤشرات الأساسية على رغبة بوتين في جعل الكنيسة الأرثوذكسية رأس حربة في مشروعه لإعلاء القومية الروسية وأداة قوية لدعم أيديولوجيته السياسية عن روسيا المقدر لها أن تكون قوة عظمى. كييف تعد بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس بمثابة القدس، لذلك فإن الصراع على أوكرانيا هو أيضا صراع على أي أرثوذكسية ستطبع وجه شرق أوروبا، مؤكدة أن العملية العسكرية التي أعلنها الروس لا تقل أهمية من وجهة نظرهم عن حملة صليبية لاستعادة الأراضي الأرثوذكسية المقدسة من الهراطقة الغربيين. ويعود السبب في ذلك إلى رمزية كبرى تتحلى بها مدينة كييف في تاريخ المسيحية الأرثوذكسية، إذ إنها لعبت دوراً تأسيسياً وتعد الموطئ الأول للمذهب في الوعي الجمعي الروسي. في مقال بي بي سي أيضاً تضيف: اعتبر بعض المؤرخين أن أحد العوامل الممهدة للغزو الروسي الراهن كان انفصال الكنيسة الأوكرانية عن الكنيسة الروسية عام 2018، إذ كانت جزءاً منها منذ عام 1686 وفق هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وأدى استقلال الكنيسة الأوكرانية إلى انقسام أوسع على مستوى الكنائس الأرثوذكسية مع إعلان الكنيسة الروسية انفصالها عن العائلة الأرثوذكسية الجامعة، احتجاجاً على دور برثلماوس الأول بطريرك القسطنطيني المسكوني في إصدار مرسوم الاعتراف بالكنيسة الجديدة. إلى خبرنا وصور اليوم، المواطن الأردني موفق القواسمي ضرب مثلاً واقعياً في أن المثابرة أساس يبنى عليه الإنسان ويبنى كذلك عليه نجاحه، مستغلاً ذكاءه ومشعلاً حماسته في تحدي صعوبة الظروف وكيفية إثبات الذات. حب القواسمي البالغ من العمر 38 عاماً للتراث، حبه للتراث دفعه إلى ابتكار فكرة رأت النور في مشروع عملي لا يتعدى عمره عاماً واحداً، عندما قرر تحويل أوان ومصنوعات فخارية إلى لوحات فنية
تزخرفها الأقمشة والصوف والكلفة التركية. الأقمشة رفيعة مصنعة بزخارف متعددة الأشكال. كذلك لا يستطيع زائر إلى منزلها الواقع في حي عدن بالعاصمة عمان أن يسيطر على نظراته فور دخوله، إذ تأسرها جمالية التصميم الذي أبدع الفنان الأردني في تشكيله. يقول القواسمي للأناضول: لم أتلقى تعليما جامعيا، ولكنني أعشق المهن، ومن شدة حبي للتراث قررت أن أحييه بطريقة عصرية، فاخترت الفخار طريقا لذلك. ويتابع القواسمي: بدأت العمل على ذلك لغايات شخصية عبر تزيين منتجات الفخار الطبيعي بالأقمشة والخيش والكلفة التركية وصبغ أجزاء منها بالدهان الملون. الآن نشاهد وإياكم الكاريكاتير. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. دائما كونوا في رعاية الله.